من الدول الأجنبية الطالبة نورية ليلى السكينة من إندونيسيا. أفضل ثاني متحدثة في هذه البطولة أيضا من إندونيسيا طالبة أفنيتا زكية وفد من إندونيسيا. والآن مع أفضل متحدث في هذه البطولة من الدول الأجنبية، وكما سبق وقلت لكم أنهن ثلاث متناظرات ومتناظرين، ولكن لأن المتناظرات رائعين في هذه البطولة يتضح لي أن الأولى أيضا متناظرة. هي متناظرة وأيضا من إندونيسيا، عقيدة العزة رحيو من إندونيسيا. حصلت عقيدة على المركز الأول كأفضل متحدثة من الدول الأجنبية وهي من إندونيسيا، فصفقوا لها. في الجولة النهائية حضورنا الكريم للدول الأجنبية، فقد تناظرت باكستان أيضا مع إندونيسيا وحصل على المركز الأول من الدول الأجنبية في هذه البطولة، البطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية، إندونيسيا. نطلب من الفريق الإندونيسي التفضل على المسرح. ألف 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 مبروك لهذا الفريق البطل.
شكرا الفريق الاندونيسي. حضورنا الكريم، وصلنا معكم الان الى الاعلان عن افضل 10 متحدثين باللغه العربيه من قرابه 200 متناظر في هذه البطوله. فاز بالمركز